السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع المواطن سعيد. النهاردة إن شاء الله هقول لكم إزاي المافيا الإيطالية بتحاول تستغل فيروس كورونا علشان تسيطر على مفاصل الدولة الإيطالية. خلال الأيام اللي فاتت فوجئ الشعب الإيطالي بإن في جنازة مهيبة جدا بتخترق الشوارع الإيطالية رغم وجود حظر كامل للتجوال، إلا إنه بالرغم من كده مفيش أي حد ولو حتى الشرطة قدر يقرب من الجنازة ولا يقول لهم حتى أنتوا رايحين فين. ما طبيعي، معروف هم رايحين فين. والسبب بسيط جدا، وهو إن المتوفي ده واحد من كبار قادة المافيا الإيطالية. وايه يعني المافيا الايطاليه؟ احنا في دوله قانون هنا. لا حضرتك مش في ايطاليا، المافيا الايطاليه دي ما بتهزرش. ممكن ترجع لجاد فادر او اي فيلم سينمائي بيتكلم عن المافيا الايطاليه، لدرجه ان رئيس اللجنه الاقليميه المناهضه للمافيا في ايطاليا وصف اللي حصل بانه فضيحه للحكومه الايطاليه. ايوه يعني هي دي المشكله؟ لا مش هي دي المشكله، لكن اللي حصل ده كان طرف خيط فضح مشكلة أكبر. اللي حصل ده قلب الدنيا لدرجة إن المسؤولين في إيطاليا بدأوا يكشفوا عن تحركات المافيا للسيطرة على مفاصل الدولة. سمعت كلمة مفاصل الدولة دي فين قبل كده؟ المهم بتعمل إيه المافيا الإيطالية بقى؟ هقول لك رئيس. بعد انتشار فيروس كورونا وخروج الوضع عن السيطرة في إيطاليا، الحكومة الإيطالية فقدت القدرة على إنها تساعد الشركات، الفنادق، المطاعم، حتى البنوك اللي أوشكت على إعلان إفلاسها. طيب والشعب نفسه؟ حتى الغلابة والفقراء من الشعب الدولة عجزت عن تلبية احتياجاتهم. تقوم المافيا تعمل إيه؟ عملت حاجتين. رقم واحد، وفرت احتياجات الغلابة من المواد الغذائية بالبلدي كده، وزعت عليهم زيت وسكر. اتنين، دعمت الشركات اللي اوشكت على الافلاس مقابل حصص من الاسهم، بمعنى ان انا هعوض خسائرك لكن هدخل معاك شريك بنص الاسهم مثلا. طب ليه وقفوا جنب الغلابة؟ علشان اصواتهم في الانتخابات. ليه بيحاولوا يسيطروا على الشركات؟ علشان يسيطروا على الاقتصاد. انا حاسس ان انا شفت الفيلم ده قبل كده بس فين مش فاكر. وما تنساش ان المافيا الايطالية بتسيطر على 80% من سوق الكوكايين في اوروبا بالكامل، يعني معاها سيولة حلوة تكفي كل المصاريف دي. طب هل الكوكايين بس هو مصدر دخلهم الوحيد؟ لا، كمان المافيا الايطاليه بتسيطر على جزء كبير من تجاره المواد الغذائيه، الادويه، المعدات الطبيه، الفنادق، بيوت الدعاره، صالات القمار، بيوت الجنازات، مغاسل المستشفيات، شركات التنظيف. باختصار موجودين في كل مكان وبيتاجروا في كل حاجه. واحد يقول لي طيب تجاره المافيا الايطاليه دي ما تاثرتش بانتشار فيروس كورونا؟ اقول لك ان المسؤولين الايطاليين كشفوا ان المافيا الايطاليه بتمتلك 72 مليار دولار في شكل اموال سائله، ده غير الاصول الثابته، في حين ان في دول كامله بتستلم مليار و2 مليار من البنك الدولي، لدرجة ان الشعب الايطالي نفسه بيوصف المافيا الايطالية بانها اكبر بنك في ايطاليا. وفي الوقت اللي كانت المافيا الايطالية فيه بتوزع فلوس ومواد غذائية على الغلابة وبتشارك في الشركات والفنادق والمطاعم وغيرها، كانت البنوك الايطالية نفسها بتقترض من البنك المركزي الاوروبي. واحد يقول لي الله، طب هي الحكومة الايطالية فين؟ وزير الداخلية الايطالي ارسل خطاب رسمي لحكومته بيحذرها من تحركات المافيا الايطالية في محاولة للسيطرة على الشارع الايطالي. طب والحكومة عملت ايه؟ عملت حاجتين. اول حاجة عملت صندوق طعام بقيمة 435 مليون دولار لإطعام الفقراء والمساكين. رقم 2، وفرت 4.8 مليار دولار تحت تصرف رؤساء البلديات والمحليات. وعلشان تدرك حجم الضغط اللي مسببه المافيا للحكومة الإيطالية خليني احكي لك حكاية. سنة 2017 الحكومة الإيطالية ضخت 815 مليار دولار علشان تحسن الاقتصاد وتحسن مستوى المواطن بحيث انه ما يضطرش يلجأ للمافيا، وكان جزء كبير من المبلغ ده موجه لضمان قروض الشركات، بمعنى ان لما شركة تقترض من البنك وتتعثر في سداد القرض تقوم المبالغ اللي دفعتها الحكومة دي تضمن الشركات، فالشركة ما تتقفلش وصاحبها ما يتسجنش. طب الحكومة هتكسب من كده ايه؟ هتكسب ان صاحب الشركة ما يضطرش يلجأ للمافيا. لكن بعد شوية اكتشفت الحكومة الايطالية ان هي اصلا بتدفع الفلوس دي للمافيا بطريق غير مباشر، لان هم اوريدي مساهمين في الشركات، فاصبحت الشركات اللي بيمتلكها او مساهم فيها المافيا هي اللي اقترضت من البنوك وهي اللي خدت دعم الحكومة. بصورة ابسط، المافيا تخوف الحكومة من افلاس الشركات، فتقوم الحكومة تدعم الشركات، فتقوم المافيا تساهم في الشركات عشان هي اللي تستفيد بدعم الحكومة. عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ وبسبب الحركة دي ألمانيا رفضت طلب إيطالي بتقديم مساعدات علشان تتجاوز الأزمة، وقالوا بكل بساطة إن اللي هيحصل على المساعدات الألمانية لإيطاليا هي المافيا. وكان رد وزير الخارجية الإيطالي بكل بساطة إن تخلي ألمانيا عن إيطاليا هيتسبب في انهيار الاقتصاد الإيطالي. ولك أن تعلم أن قوة ونفوذ المافيا الإيطالية مش بس في إيطاليا، ده منفذ على كل حتة في أوروبا، حتى في ألمانيا نفسها اللي رفضت تساعد إيطاليا، لدرجة إن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أقام صلاة مخصوص علشان يدعي فيها بالهداية للمافيا. وده خبر حقيقي بالمناسبة، هسيب لكم المصدر بتاعه تحت في الديسكريبشن. ده يعلمنا ان قوة النظام الاقتصادي في اي دولة في العالم بتعتمد بشكل اساسي على قوة جهازها الامني. وخليك فاكر انا قلت اي دولة في العالم.